طيب نروح طيب لموضوع آخر. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه توجيهات مهمة خلال احتفالية قادرون باختلاف لاستكمال وتعزيز برامج تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية اللي بتنفذها الدولة. معنا الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عشان نعرف منها تفاصيل أكثر. بترحب بحضرتك يا فندم، نورانا في صباح الخير يا مصر. وخلينا نبدأ كده يعني مع حضرتك في البداية، نتعرف إيه اللي بيقدمه هذا المجلس، المجلس القومي لذوي الإعاقة، من خدمات لقادرون باختلاف. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. صباح الخير يا دكتور. المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو مجلس رقابي تنسيقي مع جميع الجهات التنفيذية. ومهم جدا إن احنا نقول إن هو بيتابع إنفاذ القانون 10/2018. هو بيحافظ أو بيحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الدولة المصرية. بيراعي كل الخدمات اللي بتقدم ليهم، لو جات له بعض الشكاوى بيقدر ان هو يتواصل مع الجهات التنفيذيه زي الوزارات مثلا، زي اصدار بطاقه خدمه الخدمات المتكامله، وهي البطاقه اللي بتوصل الحقوق للخدمات دي على ارض الواقع. فمثلا بيتواصل مع الجهات اللي بتصدر هذه البطاقه زي وزاره الصحه او وزاره التضامن. يعني في اختصاصات كثيره، من ضمنها طبعا التصدي لاي انتهاك ممكن يعني يحصل لاي شخص عنده اعاقه في مصر. المجلس عنده اختصاصات اخرى طبعا، هي رفع الوعي وارتقاء الوعي في المجتمع. يعني بنعمل او بننظم يعني دورات تدريبيه للتوعية، توعية المجتمع وتوعية مقدمي الخدمة بيتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة زي مثلا في المصالح والوزارات. مثلا عملنا دورة تدريبية في وزارة العدل للموظفين كيفية آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إنه تعلم لغة الإشارة للتعامل مع الإعاقات السمعية. فيعني اختصاصاته كثيرة وواسعة جدا يعني. نعم دكتور، عاوزين نعرف من حضرتك يعني أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة تحديدا، والخدمات اللي بتقدم من خلالها لذوي الإعاقة. طبعا البطاقة زي ما قلنا هي كارت مميكل، وبيحصل عليه الشخص وبيثبت في إعاقته. نعم. ودرجته. ومن خلال البطاقة هو بيقدر يحصل على مثلا المواصلات، تخفيض في المواصلات 50% مع المرافق في حالات الإعاقات الشديدة والمتوسطة. كمان طبعا 5% في الإسكان بيبقى ليهم نصيب في الإسكان المستشفيات الدولة الإسكانية، إلى جانب طبعا السيارات المعفاة من الجمارك. طبعا الدمج في التعليم، يعني هو بيدخل المدارس النظامية العادية ومع أصدقائه أو مع زملائه بيحصل على التعليم في المدارس بشكل الدمج. كمان العمل وظائف 5% أو يزيد طبعا كل ما هو في ما بيحصل مع الجهة اللي يعني الجهة الخاصة أو مكان العمل اللي بيدي وظائف أكتر، طبعا بيعطى أكتر من الضرائب يعني. كمان طبعا بنتكلم عن الرعاية الصحية، يعني الكشف المبكر، التدخل المبكر في حالات الإعاقات عشان نحد من تفاقم الإعاقة. كمان الحصول على الأجهزة التعويضية. نعم. طبعا بإعفاء من الجمارك، يعني خدمات كثيرة جدا على أرض الواقع. طبعا في بعض الخدمات بتقدم بشكل مرضي، وفي بعض الخدمات عايزين طبعا نعمل فيها مجهود أكتر يعني. طيب دكتور إيمان، قرار منح المجلس الاستقلالية المالية والفنية والإدارية لأي مدى بيعزز من صلاحياتكم وبيعزز من دور المجلس؟ لا، هو المجلس جهة مستقلة. يعني المجلس جهة مستقلة،
بتقوم بدورها في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الدولة المصرية زي ما احنا قلنا. طبعا يعني ليه مجلس إدارة وبيبقى في موظفين في المجلس عندهم في إدارات مختلفة، فبنقوم بدورنا في كل الاتجاهات يعني. دكتور يعني مش عاوز اقول لحضرتك شفتي ازاي دعم الدوله لقادرون باختلاف، لان اصبح الامر على مرأة ومسمع من الجميع تحديدا، لكن عاوز اسال حضرتك تابعتي ازاي قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم صندوق ذوي الهمم بمليار جنيه؟ طبعا الصندوق يعني مهم جدا، هو تم اصدار قانون للصندوق في 3 اغسطس من بقرار من رئيس الجمهورية وصدر عن مجلس النواب، وكان الحقيقة يعني صندوق هنا هو بيعمل تمويل للمشروعات حتى نقدر ان احنا نقدم الخدمات اللي هي بيكفلها القانون. فالصندوق اختصاصاته هامة جدا زي ما قلنا في الرعاية الصحية وإقامة المستشفيات وتطويرها، اللي عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة. كمان الصندوق بيساهم في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وبيساهم أيضا في اكتشاف الأطفال ودعمهم. يعني ما بنقول الرياضة طبعا لو في بطل بيحتاج طبعا نواب مالي ورعاية. صحيح. كمان اكتشاف الموهوبين وأصحاب الابتكارات، يعني لما يكون في ابتكار أو ابتكارات علمية بتخدم الأشخاص ذوي الإعاقة فيجب أن احنا كمان ندعمها، وطبعا تحتاج تمويل. جانب طبعا الرعاية زي ما قلنا العمل مهم جدا للتمكين الاقتصادي، يعني بيعمل زي تشبيك مع القطاع الخاص لو في وظائف مثلا نقدر أن احنا نساهم فيها علشان الأشخاص ذوي الإعاقة يقدروا يحصلوا على فرصة عمل ويقدروا أن هم يعيشوا في استقلال وكرامة يعني. طبعا التمويل اللي احنا سمعنا عنه يعني طبعا ده كان بشرة سارة، يعني لان المليار يعني من الجهات يعني الرئيس طلبها من الجهات اللي اعلن عنها، يعني هي طبعا مساهمة فعالة جدا جدا. بكل تأكيد يا دكتور طبعا، يعني بنشكرك طبعا جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. دكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.